وزارة الهجرة نشرت فيلم توضيحي بيوضح حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، وده في إطار المبادرة اللي أطلقتها الوزارة للتأكيد على حقوقنا في النهر الخالد. والفيلم تم إخراجه بسبع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية، ده بالإضافة للغة العربية. ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج لمشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق، كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها. منذ ملايين السنين والنيل يجري في أرض مصر ليمنحها الحياة والخصوبة، ومنذ أكثر من 40,000 سنة وأجدادنا المصريين يعيشون في وادي النيل ويزرعون ويبنون الحضارة التي أحبها العالم. والآن هناك أكثر من 25% من العاملين بالأنشطة الزراعية، أي ما يزيد على 40 مليون مصري يواجهون خطر الجفاف والعطش بسبب التهديد بنقص ماء النيل، لأن دولة إثيوبيا تبني سداً أكبر بخمس مرات من احتياجاتها وتنوي تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، بما يقلل 20 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية. ولكن من حق مصر أن تعيش. ادعم الحياة، ادعم النيل في مصر.